حياكم الله مشاهدينا في رسالتنا الأسبوعية لأنشطة وبطولات دوري الوزارات بمختلف الألعاب الرياضية والتي تنظمها الهيئة العامة للرياضة قطاع الرياضة للجميع وبمشاركة مميزة من الهيئات والمؤسسات الحكومية. خلكم معنا أعزائي المشاهدين في هذه الرسالة. حقق فريق الهيئة العامة للصناعة فوزا سهلا على الإدارة العامة للجمارك بنتيجة 1-0 في مباراة جمعتهما على ساحة بيان الرياضية ضمن منافسات دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للموسم الرياضي 2020-2021 بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة قطاع الرياضة للجميع. وجاءت أحداث المباراة سريعة حيث تمكن فريق الصناعة من بسط نفوذه بالملعب بكل أريحية. بالمقابل اعتمد فريق الجمارك على الهجمات المرتدة لكن دون الاستفادة منها بسبب بطء التصرف بالكرة. تكلمنا عن استعداداتكم، شلون قاعد تشوفون المنافسة بين الفرق في دوري الوزارة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نقول نعطيكم العافية ومشكورين ما قصرتوا على تغطيتكم هذه لدوري الوزارات. وحنا هني دوري الوزارات هذا يمكن حاشتنا شوية ظروف، يعني تدري بالمرت فيها الظروف اللي مرت فيها البلاد من شرطات صحية من منع الجمهور، هذه شغلات كانت جديدة يعني على دوري الوزارات. ولكن يعني من جهود وتوصيات مدير العام للهيئة للرياضة السيد الدكتور حمود فليطح ومشعل الهدبة السيد يعني كان لهم توصيات، ويعني وقدمنا نحاول نقدم بقدر المستطاع بنجاح دور الوزارات. وطبعا ما يمنع ان كان في تعاون يعني من كافة الفرق واداريين الفرق في يعني توصياتهم للاشتراطات الصحيه اللي هي كان اهم شيء في الدوري، لان نفس ما تفضلت يعني في الكرنيه تسجيل الكرنيهات وهذا لازم في عن طريق تطبيق المسحات ومنع الجمهور ولازم المقيدين بس اللي هم اللي يدخلون الملعب، هذا من ناحيه يعني اداريه. والشغلات الفنيه اللي هي الفرق يعني الحمد لله نشوف منافسات كل سنه قاعد نشوف فرق يعني قاعد يعني قبل كانت المنافسات محصوره على 3 فرق 4 فرق، الحين لا يعني كل موسم نشوف فريقين ثلاثه يدد في نجوم في عندهم محترفين في عناصر شابه، ويعني الدوري كل سنه قاعد يتطور على يعني الموسم الاخر. احنا ما شاء الله كل سنه عن سنه قاعد نشوف دوري الوزارات قاعد تتطور من موسم الى اخر، وقاعد نشوف فرق يعني قاعد تنافس يعني مستوى فني عالي. شنو الهدف استاذ عبد الكريم في هذا التطور؟ الهدف هذا ان احنا نحاول نطور الرياضه بشكل يعني عام سواء في دوري الوزارات او في الصالات او في الملاعب الثيل، يعني عامه في يعني هو شاب الرياضه يعني هي رياضه الجميع، يعني نحاول بقدر المستطاع ان يعني نطور هالرياضه هذه، وكلها هذه هي يعني مصالح يعني البلد مصالح الرياضه مصالح الرياضه عامه، وان شاء الله القادم افضل وكل سنه في تطور يعني اكثر واكثر. كلمنا اليوم عن استعداداتكم وهذه المباراة المهمة اليوم. أول شيء يعطيكم العافية على التغطية ممتاز من تلفزيون الكويت كاهتمام دوري الوزارات، لأن يعتبر أنا أشوفها يمكن المفروض يكون رافد حق الدوري الممتاز إذا كانوا يبون يطورون الكرة، لأن في نوعية لاعبين ممتازين جدا صراحة. كاستعداد الحمد لله احنا مستعدين تقريبا من نص شهر 9 كجهاز فني وطبي وإداري ودعم من اعلى قياده في الهيئه العامه للصناعه لاصغر موظف لفريق الهيئه العامه للصناعه، والحمد لله توج مجهودنا هذا كله، احنا صرنا ابطال الدوري النسخه السابقه، والحين طبعا هذه اللعبه الثالثه نعتبرها لعبه الصداره، لان اللي يفوز اليوم راح يتصدر المجموعه، وخلينا نقول 90% راح يوصل الى قبل النهائي. يبقى المباريات الباقيه مجرد تحديد مراكز من الاول والثاني، لان نظام كروس راح يلعبون فيها. فالحمد لله احنا مستعدين عدل والفريق ممتاز وعندنا بدال الصف
صفين كاملين الحمد لله، وامورنا طيبه وان شاء الله يتوج هالمجهود هذا ببطوله ثانيه عشان تصير ثنائيه لنا ان شاء الله. ابتداء من هرم الهيئه الاخ عبد الكريم تغي مدير عام الهيئه، النواب الكرام الى مدراء الادارات الى رؤساء الاقسام الى الموظفين الى اصغر موظف، كلهم صراحه يتابعون الفريق ويدعمونه سواء معنويا او ماديا. فالحمد لله امورنا طيبه كدعم، وامورنا ماشيه والله الحمد، ومو ناقصنا شيء الحمد لله. الامانه كصراحه كتنظيم من هيئه شباب الرياضه جدا جدا ممتاز، تنظيم تطبيق اشتراطات يعني تفاهم، يعني صراحه قاعد يتفاهمون معانا كمسؤولين في ساحات الملاعب، اذا بغينا نحجز ملعب اذا بغينا شيء صراحه مو مقصرين يعني كل شيء الامانه، رايتهم بيضاء يعني مثل ما قلت. طبعا اول كهدف ان نرفع اسم الهيئه العامه للصناعه، كنا احنا الحين تقريبا هذه سادس بطوله نحققها، ففي ظرف تقريبا 8 سنوات يعتبر شيء طيب. والبطولات اللي او خلينا نقول والسنوات اللي حققنا بطوله كنا الثانيه، فدائما تعودنا احنا نكون على منصات التتويج لفترات او سنين طويله، وهذا مطمح لاي هيئه او مؤسسه حكوميه اننا مو بس يكون لها انجاز على المستوى المهني، المفروض يكون لها انجاز حتى على المستوى الرياضي، لان انتم عارفين الرياضه الحين تجمع وما تفرق، والناس كلها تتابع الرياضه الحين، والحمد لله امورنا طيبه وماشيه والله الحمد. ونشكركم انتم بعد على تغطيتكم، يعني صراحه فاجئتونا بالتغطيه، بس هم مو غريبه على القناه الثالثه على تلفزيون الكويت، وان شاء الله يا ربي يوفقنا ونحقق اللي احنا نطمح له يعني ان شاء الله. كلموني عن استعداداتكم وكذلك مشاركتكم. الله يعافيك اخوي، والله اليوم عندنا مباراه، هذه ثالث مباراه لنا، بنباري ان شاء الله فريق الصناعه واحنا متصدرين المجموعه، وان شاء الله راح نفوز اليوم ونضل متصدرين المجموعه، لان الفايز مباراه اليوم بينه وبين الصناعه هو اللي راح يتصدر المجموعه. فريق الصناعه جاي من فوزين، وفريقنا ان شاء الله فريق الجمارك هم جاي من فوزين، والله يوفقنا ان شاء الله بفوز الثالث اليوم ونضل متصدرين المجموعه ان شاء الله ونتاهل. هذه اول مشاركه لكم في دوري الوزارات؟ لا صار لنا سنين توقفنا حول سنتين ورجعنا، يعني الحين تقريبا 4 مواسم ورا بعض احنا مشاركين، والحمد لله نتائجنا طيبه كل سنه عن سنه. شلون دعم الاداره لكم، الاداره العامه للجمارك؟ والله مو مقصرين معانا، المدير العام الجلاوي ما قصر معانا ومعتني بالفريق، متابع الفريق اول باول، وان شاء الله نبيضها عاد ونرد اللي قال لنا عليه. ان شاء الله موفقين لكم. كذلك خلينا نشوف دور الهيئه العامه للرياضه بالتنظيم، شلون اهتمامهم تجاوبهم معاكم انتم كفرق؟ لا بالعكس وايد متعاونين معانا، وهالسنه بحكم الكورونا وايد صاير في التزامات صحيه واشتراطات صحيه، الفريق كله قبل ما ندش الموسم الاداريين واللاعبين العموم سوى فحص طبي، ويتاكدون من دخول الملعب الا لما يتاكدون انه ما فيكم في حراره مرتفعه لا سمح الله، ويكون معاه الكرنيه، ما حد ما عنده كرنيه يدش الملعب. كابتن كلمنا اليوم عن المباراة ومشاركتكم في دوري الوزارات. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا فصلنا فترة طويلة نشارك بدوري الوزارات، ومباراة الحين هذه على المجموعة، تقريبا كل مجموعة السنة صار أصعب لأن كل مجموعة يتأهل منها اثنين، فهذه مباراة حاسمة إن شاء الله، الله يوفقنا ونفوز فيها. شلون كانت استعداداتكم لدوري بشكل عام؟ احنا طبعا كل موسم قبل المباريات بشهرين نبلش إعداد فريق، والحمد لله استعدادنا كان جيد والحمد لله على كل حال. نلاحظ فريقكم ما شاء الله، يعني السنة اللي طافت كان بطل دوري، والسنة هذه قاعد ينافس في منافسة قوية، سبب يعني شنو السر في تميزكم في الدوري للوزارات؟ طبعا في السر انه في اهتمام اداري، في اهتمام من الجهاز الفني، في باللاعبين، نحاول كل سنة ناخذ بطولة، نحافظ على البطولة، دايم كذي، صار لنا فترة تقريبا 10 سنوات دايما منصات التتويج. الحمد لله. وشلون قاعد تشوفون اهتمام الهيئة العامة للرياضة والتنظيم في دوري الوزارات؟ كل موسم قاعد يتطور، كل موسم قاعد يصير احسن، اهتمام حلو ممتاز وشغل صراحه يشكرون عليه وما يقصرون. بالنسبه للاشتراطات الصحيه خاصه يعني الدوري هالسنه يختلف عن المواسم السابقه، يعني في هناك يعني جائحه كورونا، شنو التزاماتكم في هذه المشاركه؟ التزامات صراحه قاعد يمشون على نفس اوامر وزاره الصحه، الكل يلبس كمام، اللاعبين اجمعين الكل مسوي مسحات، الامور طيبه، حتى ما ممنوع الجماهير الحين، ما في تواجد اي جمهور الا يكون مسجل بالفريق. تكلمنا عن دوري الوزارات، كذلك انتم كحكام، هل قوانين دوري الوزارات تختلف عن الاتحاد الكويتي؟ الله يعافيكم، وشي حياكم الله، ساعة المباركه
لا هو القوانين نفس القوانين ما معمول فيها بالاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي ما تختلف عن هذا، نفس ما عندنا بالدوري الممتاز يطبق في دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية. بالنسبة للعقوبات اللي هنيك قاعد صادف، شنو أهم يعني أو أهم العقبات اللي قاعد صادفها في دوري وزارات من؟ عقبات ما في حالة حال أي مباراة، احتجاجات عادية من سواء جهاز فني وإداري من لاعبين، بس ما يعني ما في شيء يستاهل إنه والله يحتجوا، بس العقوبات للأمانة صارمة يعني باللجنة الفنية، أي واحد يتجاوز حدوده أو لا سمح الله يستهزئ يقل أدبه يتلفظ أو يسيء بناخذ فيه عقوبات على طول بالاجتماعات، يعني ما نستهين مع أحد. بالنسبة للتنظيم هني والالتزام بالإشراف الصحية شلون قاعد تشوفها يا كابتن؟ التنظيم الله أكثر من رائع، يعني يشكرون إخواني المراقبين يتواجدون قبل كل مباراة بساعتين، وكوني أنا رئيس لجنة الحكام هم أشرف على كذا ملعب أساس أتابعهم وجود الحكام ملاحظات إذا كان في عليهم. الاشتراطات الصحية موجودة وممنوع طبعا في قرار منع دخول الجمهور ما عدا اللاعبين الاحتياط مسجلين من ضمن 30 لاعب بالسكور. شلون نشوف دعم الهيئة لكم أنتم كلجنة حكام في دور الوزراء؟ والله الدعم مو مقصرين، سواء من اللجنة العليا برئاسة الأخ مشعل الهدبة ولا الأخ علي مروي حامد الهزيم وعلي، كلهم للأمانة والله معطينا كل الدعم كل الصلاحيات مو مقصرين معنا. بالنسبة للمستوى الفني شو قاعد تشوف وجهة نظرك شخصية؟ والله المستوى السنة هذا ما شاء الله، أنا لأن أول سنة أمسكهم فوايد وايد مستوى وايد عالي بين الفرق سواء المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، يعني الحين في صدارة دائما على المجموعة الأولى، الحين حاليا بين الجمارك والهيئة العامة للصناعة والمجموعة الأولى الدفاع والحرس الوطني. مستمرين معاكم أعزائي المشاهدين في رسالتنا الأسبوعية لتغطية دور الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمقامة برعاية من الهيئة العامة للرياضة، حاليا متواجدين في نادي كاظمة وتحديدا في صالة نادي كاظمة، وذلك لتغطية مباراة وزارة الأوقاف ووزارة المالية. تابعونا في هذه التغطية. ضمن منافسات الجولة الثالثة لكرة قدم الصالات لدور الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للموسم الرياضي 2020-2021 اكتسح فريق الأوقاف فريق المالية بنتيجة 9-1 في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي كاظمة، وفرض الأوقاف سيطرته التامة على مجريات المباراة بكل ثقة، بينما ظهر المالية دون المستوى وبحالة نفسية ومعنوية يرثى لها، وبهذه النتيجة يكمل فريق الأوقاف مشواره في الأدوار الحاسمة التي من المتوقع أن تشهد منافسات قوية. والله الأمانة يعني حرصت الهيئة العامة للرياضة على يعني توطيد العلاقات بين موظفين وأفراد المؤسسات والوزارات الحكومية من خلال يعني تفعيل هذه الأنشطة، واللي من خلالها يعني اليوم نتكلم عن دوري الوزارات بالنسبة للصالات، وكذلك دوري الوزارات يعني في كرة القدم بشكل عام اللي هو نتكلم عن الثيل، يعني عندنا ثيل وفي صالات، فدائما يعني الأمانة الهيئة حريصة يعني على تفعيل يعني وأهمية دور الشباب من خلال يعني توفير كافة الاحتياجات يعني اللي توفرها طبعا لرفع الكفاءة، يعني بالنسبة للكفاءة البدنية ومن ناحية النفسية ومن ناحية الاجتماعية، طبعا في دائما التغاء الشباب مع بعضهم ممارسة هوايتهم، وكذلك تفعيل يعني دور الرياضة للجميع، دائما تحرص الهيئة
يعني وتوفر كافه السبل للامانه. طبعا مشكورين يعني على راسهم مدير عام الهيئه دكتور محمود فليطح، ومن خلال يعني رئيس اللجنه الاخ علي مروي الهديه، اللي للامانه يعني حريص شخصيا بنفسه للمتابعه ودائما يعني يتواجد يعني المساهمه ولتفعيل هذا النشاط. كلمنا عن الجديد عندكم في دوري الوزارات بالنسبه للهيئه العامه للرياضه. طبعا احنا يعني هذا النشاط يعني كل موسم للامانه، وانت تدري يمكن ظروف كورونا السنه هذه، والامانه يعني هم يعني استطاعت الهيئه ان تواكب وتحاول يعني ان تستمر في مثل ما تقول المشاركه في هذا النشاط. وطبعا الجديد طبعا الاحترازات والاحتياطات الواجب اتخاذها في يعني وجود هذا الوباء اللي ان شاء الله الله يبعده عنا جميعا. طبعا حرصنا على تنظيم بعض الامور، يعني عدم دخول الجمهور مثلا، وكذلك التباعد، حرصنا على تباعد يعني بين اللاعبين يعني كافه، والاحتياطات اللي هي الكمام، ويعني وجود طبعا الاسعافات الاوليه ووجود رجال الامن. يعني احنا ماخذين كافه الاحتياطات ان شاء الله ينجح هذا النشاط. كلمنا عن تجهيز فريقك قبل الدخول في هذه البطوله. الله يعافيك، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تجهيز البطوله نفس كل سنه دوري الوزارات نجهز لها من قبل انطلاقتها. الحمد لله كان تجهيز ممتاز، التمارين ممتازه، والاداء عندنا الاداء والنتائج طيبه الحمد لله. بالنسبه للاعبين شلون الطريقه اللي كنتم مجهزونها؟ وين الملاعب؟ احنا الامانه اللي عندنا الصاله مأجرتها وزاره الاوقاف تبع لهيئة شباب الرياضة، كنا نتمرن فيها، نسوي تماريننا فيها، والامور طيبة الحمد لله وكل شيء تمام. ان شاء الله نقول فريقكم راح ينافس على البطولة باذن الله. باذن الله اليوم لازم الفوز مهم لنا على اساس نتأهل من المجموعة، وبعدها ان شاء الله الله يوفقنا ان شاء الله. كلمنا عن استعدادك لهذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء البطولة ما شاء الله تبارك الرحمن على اتمم وجه حلوة يعني، ومنافسات فيها قوية، والحمد لله يعني الفريق ان شاء الله قادر يحقق بطولة، وبطولة يعني حالها حال كل البطولات. شوف انه في منافسة كبيرة؟ ايه شو ما في، فيها منافسة وفيها صراعات بين الاخوان وكل الوزارات يعني، وان شاء الله احنا هذا احنا مقصرين بالتدريبات، وان شاء الله توفق باذن الله. شلون كان استعداد لك لهذه البطولة قبل أدش؟ الحمد لله استعدادات حلوه، وكان فيها تمارين، ووزاره الاوقاف مقصرين معانا الحمد لله، ومجهزين لنا ملعب ونتمرن الحمد لله. بالنسبه للهيئه العامه للرياضه هي اللي قاعده تنظم هذه البطوله، شو تقول لها؟ بالعكس يعطيهم العافيه وما قصروا، بطوله حالها حال كل البطولات وحلوه يعني للامانه، وبيض الله وجههم. كلمنا عن مشاركتكم في هذه البطوله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، يعطيكم العافيه. وبطولة الوزارات تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، احنا عودة هذه من بعد كورونا ان شاء الله لقاء مع الاخوان وناسة مع بعض، ودورة مثل ما تقول حبية يعني ودية بيننا ان شاء الله، وحنا استعداداتنا ان شاء الله مستعدين مثل محترفيننا مثل لاعبيننا ان شاء الله، وان شاء الله نقدم الافضل حق وزارة الاوقاف ونشرفها وننافس على المراكز الاولى باذن الله. كابتن ايش رايك بتنظيم البطوله؟ والله تنظيم ممتاز، يسير سهل سلس يعني ما في تعقيدات ولا شيء، والحمد لله ملتزمين بالاشتراطات والامور طيبه الحمد لله. كلمنا عن تجهيزك كلاعب. والله ما في تدريبات تسخينات يعني مثل ما تقول احنا انقطعنا بعد كورونا، ولا يعني من اول كان في تدريبات وفي تجهيزات، الحين ما في، تجي تلعب كوره وتقدم مستواك اللي عندك تمشي هذه. نقول الفريق ان شاء الله راح ينافس على البطوله باذن الله الاول باذن الله الموسم. باذن الله. كابتن كلمنا عن بطوله دوري الوزارات اللي انتم مشاركين فيها، ايش رايك فيها من ناحيه تنظيميه؟ والله من ناحيه تنظيميه وايد ممتازه وخوش بطوله، وتفيدنا كل سنه ان شاء الله تكمل عليه، وهالسنه نظامها غير طبعا، مجموعتين صايره، اول كان تجمع نقاط تاخذ الدوري، هالسنه اللي يتاهل الاول والثاني. كابتن كلمنا عن تجهيز فريقكم لهذه الدورة. السنة بسبب يعني الظروف اللي صارت بالديرة يعني تجهيزنا ما كان ذاك القوة. احنا كل سنة العادة ننافس، هالسنة لا، هالسنة صارت حاشتنا ظروف، كم لاعب فيهم كورونا،
فما نقدر ننافس، يعني تجهيزنا كان بسيط هالسنة، مو نفس كل سنة يعني. راح تكون لكم يعني منافسات وبطولة؟ إن شاء الله، إن شاء الله بالكاس راح يكون لنا كلمة ثانية إن شاء الله. كابتن كلمنا عن رأيك في هذه البطولات دوري الوزارات، هل تشوفها مقارنة مثلا مع الدوري العام؟ والله أنا أشوفها أنه أفضل من الدوري العام بحيث منافسة للوزارات، وأتمنى أن ندش من ضمن دوري الاتحاد، أن ندش وياهم وتكون منافسة قوية، لأن في منافسة بدوري الوزارات، في منافسة أكثر من الدوري الكويتي. في نجوم أنت برأيك الشخصي تظهر في هذه البطولات؟ إيه في نجوم إن شاء الله راح تظهر وراح يكون لها شأن إن شاء الله. كابتن بالنسبة لفريقكم شنو التسهيلات تقدمونها له؟ من حيث ان نقدم تفرق عن الدوام، ويوم المباراه طبعا يوم كامل ما يداوم، ونص دوام على وقت التمرين، ثلاثة ايام بالاسبوع انه يطلعون مبكر من الدوام، هذا اللي نقدر نقدمه يعني. كلمه اخيره. والله انا شاكر لكم على هاللقاء، وشاكر الهيئه على دوري الوزارات، وان شاء الله نكمل وان شاء الله للافضل ان شاء الله. يقول كابتن يعطيكم العافية، وكلمنا عن مشاركتكم في هذه البطولة. أول شيء يعطيكم العافية على التغطيات لدوري الوزارات، تشكر مجهود تشكرون عليه. احنا تدري هذا نظام السنة دوري الوزارات نظام مجموعة، أول اثنين تأهلون. هاللعبة هذه كانت تحصيل حاصل، فضلنا نريح المحترفين واللاعبين حق الكاس، يعني بالأخير هذه تحصيل حاصل، لو نفوز 10 نخسر 7 نفس الشيء. قلنا نعطي فرصة للاعبين اللي يتمرنون، اللاعبين ما أخذوا فرصتهم أول لعبتين بالدوري، وإن شاء الله وعد بالكاس إن شاء الله. كابتن كلمنا عن استعداداتكم لهذه البطولة. والله الأمانة كان دوري الوزارات السنة غامض، عشان تدري جائحة كورونا، في دوري ما في دوري، الأمانة استعداداتنا كانت متأخرة، بس هذا مو عذر على النتائج. تمرنا اجتهدنا، حتى الأوقاف اجتهدوا، الكهرباء اجتهدوا، بالأخير فريقين يصعدون، وإن شاء الله الكاس، الوعد بالكاس إن شاء الله. إيش رأيك بالبطولة كابتن؟ وايد 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 مهم، خصوصا الوزارات لازم تهتم بالرياضة شوي. أنا طالب مو بس كرة قدم، صارت أي رياضة ثانية الوزارة تقدر تشارك فيها لا يبخلون عليهم. بالبداية يعطيك العافية كابتن، وكلمنا عن مشاركتكم في هذه البطولة. أولا الحمد لله على كل حال، والأمانة إحنا مشاركتنا كل سنة ننافس يا على الأول ثاني، لكن هالسنة الوقت تغير شوي، ظروف كورونا ولازم نمر نص لاعبين محجورين حاليا، فالحمد لله على كل حال. كابتن ايش رايك بالتنظيم، يعني الهيئه العامه للرياضه تنظم هذه البطوله، شنو رايك فيها كلاعب؟ لا ما شاء الله التنظيم على احسن مستوى للامانه، والالتزامات كل شيء الامور طيبه لله الحمد يعني. كابتن كلمنا عن استعدادك انت كلاعب. والله الامانه احنا يعني بلشنا متاخر، انت عارف وقت كورونا حتى يعني ما في مكان تمرين، ما تمرين كان التزامات وهذا تباعد يعني، ف تقريبا قبل اسبوعين بلشنا المسحات وهذا، واللي مرة طيبة بلشنا تدريب، فمو مستعدين ان شاء الله حق الكاس باذن الله. كابتن ايش رايك بدوري الوزارات؟ هل في هناك نجوم تشوفهم؟ والله الأمانة كل سنة عن سنة قاعد يطلعون لاعبين، يعني على سبيل المثال واحد عندنا العام الحين يلعب بالدوري البلجيكي كان محترف بدوري الوزارات، فالأمانة يعني لاعبين فوق المستوى الموجودين. كابتن ان شاء الله راح تكون لكم منافسة ان شاء الله في البطولة. ان شاء الله الكاس، ان شاء الله بالكاس باذن الله. مشاهدينا الأعزاء مستمرين معاكم في رسالتنا، حاليا موجودين في نهائي كرة الطاولة، خلونا ننتقل معاكم ونشوف أهم أحداث هذا النهائي. بنجاح مميز اختتمت على صالة نادي القادسية الرياضي بطولة الفرق الكأس لكرة الطاولة لدوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للموسم الرياضي 2020-2021 بتنظيم الهيئة العامة للرياضة قطاع الرياضة للجميع، بمشاركة 5 جهات وهي وزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، حيث حقق فريق وزارة الكهرباء والماء
المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني فريق الحرس الوطني، وحل بالمركز الثالث فريق وزارة الداخلية. هذا وسوف يتم تكريم حامل اللقب في نهاية بطولات الموسم الرياضي. كلم اليوم قاعد نشوف منافسات قوية في هذا الدوري. حياكم الله. صراحة يعني احنا انطلاق من دور الهيئة العامة للرياضة في تنظيم بطولات ومسابقات لوزارات للوزارات والهيئات الحكومية. طبعا لا نسعى ان الدور هذا يعطي دائما حافز للوزارات مثل هذا التنظيم، ودائما احنا سنويا نقيم مثل هذه البطولات، ولكن بسبب جائحة كورونا تأخرنا في تنظيم هذه البطولة، والآن ما يعني الأمور كلها بدأ الاستعدادات لتنظيم هذه البطولة. الحمد لله توفقنا في تنظيم هذه البطولة، بطولة كرة الطاولة للوزارات لموسم 2021، وذلك بحضور 8 هيئات وزارات. طبعا بدأت البطولة قبل يومين، واليوم نهائي البطولة اللي هي بطولة كأس البطولة لفرق مسابقة فرق الكأس. طبعا فرق الكأس طبعا تخللها مباريات بين 3 لاعبين يكون يتنافسون في البطولة، كل فريق يتنافس بـ3 لاعبين. وصل الأدوار النهائية، وصل المباراة النهائية اليوم بين وزارة الكهرباء والحرس الحرس الوطني. وطبعا نشاهد الآن مباراة حماسية، ونشوفها دائما بين اللاعبين تنافس بينهم قوي، وكذلك المركز الثالث والرابع بين وزارة الداخلية والإطفاء العام. نشاهد الآن داخل الصالة، يعني ما نختلف عن نشاط الاتحاد الكويتي كرة الطاولة اللي هو كمنافسة بين اللاعبين، والآن قاعدين نشاهد هذه المنافسة إن شاء الله تخللها النتائج الطيبة بين اللاعبين. الآن اليوم راح يتخلل بعد قرعة، راح يكون قرعة الفردي والزوجي اللي راح نبتدي إن شاء الله على الأسبوع الجاي بين اللاعبين وبين كل اللاعبين، تقريبا بحدود 30 لاعب مشاركين في بطولة الفردي، وكذلك بالزوجي تقريبا 14 فريق في بطولة الزوجي. هذا دليل على اهتمام الوزارات في المشاركة في هذه البطولة وفي بطولة دور الوزارات اللي حرصت الهيئة العامة للرياضة برئيسها رئيس الهيئة الأخ الدكتور حمود فليط، وكذلك رئيس القطاع الرياضة للجميع أو الرياضة قطاع الرياضة للجميع السيد الدكتور مشعل الهدبة، وكذلك دور الاتحاد الكويتي كرة الطاولة اللي قدم مشكور بدوره في تنظيم هذه البطولة من توفير الحكام اللي دارت هذه المباراة. كذلك قيمة اليوم البطولة في نادي القادسية اللي نشكر نادي القادسية بتوفير وتسخير إمكانياته بتهيئة الصالة لنا لإقامة هذه البطولة. كابتن يعطيك العافية، كلمنا اليوم عن البطولة بشكل عام، شلون قاعد تشوفون المنافسات في هذه البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية رحب فيكم أجمل ترحيب. لو تكلمنا عن البطولة هذه سنوية تقام تحت رعاية أو تنظيم هيئة عامة شباب الرياضة واتحاد كرة الطاولة والقائمين على والمسؤولين عن الأندية من مدراء أندية ومدراء فرق، والحمد لله جرت العادة أن هذه تقام سنويا في هذا التوقيت بمشاركة جميع الوزارات، والحمد لله السنة هذه شاركوا أكثر من 8 فرق معنا اليوم، واليوم إن شاء الله النهائيات على المركز الأول والثاني والثالث والرابع، والأمور ولله الحمد ماشية على أكمل وجه. شلون بالنسبة لجائحة كورونا، شلون قدرت تتعاملون مع اللاعبين، شلون طريقتكم يعني الصحية في هذه البطولة؟ بالنسبة حق جائحة كورونا الله إن شاء الله كافينا شرها ويبعدها عنا بإذن الله.
قبل البطولة صار هناك فحص شامل حق جميع اللاعبين المشاركين، ولازم يجينا اللاعب فاحص كورونا علشان يقدر يدخل في الصالة هذه. وبالنسبة حق اللي موجودين كلهم فاحصين، ما في أي واحد يلعب في هالصالة أو يدخل في هالصالة مش فاحص كورونا. بالنسبة لدعم الهيئة، شلون قاعد تشوفون دعم الهيئة لكم أنتم كلجنة حكام؟ والله دعم الهيئة الصراحة مو مقصرين من بداية إقامة البطولات، من سواء كانت أندية ولا وزارات. الهيئة أمانة بقيادة الدكتور الأخ العزيز حمود فليطح مو مقصرين، والحمد لله وشكر. وبالإضافة إلى الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة، مثل في رئيس الاتحاد الأستاذ علي الدبوس. تكلمنا عن مشاركتك اليوم في مركز الثالث والرابع، شلون كانت النتيجة؟ كذلك مشاركتك بشكل عام بالبطولة، شلون شفتها من مستوى فني في هذه البطولة؟ الحمد لله، طبعا لاعبين على الثالث والرابع، مستوى المباراة والتنظيم أكثر من رائع من قبل الاتحاد الرياضي، الله يعطيهم العافية. شلون شفت المنافسة بمستوى الفني بين الفرق والوزارات؟ مستوى زين الحمد لله، الحمد لله. استعدادك كان من متى استعديت للدورة؟ والله استعديت من قبلها ممكن شهر. شلون تدعم الهيئة وكذلك الاحتراضات الصحية؟ الحمد لله وفروا لنا كل شيء الله يعطيهم العافية، والبطولة من أروع ما يكون، الله يعطيهم العافية. تكلمنا عن مشاركتكم في دوري الوزارات للموسم هذا. طبعا نشكر قوات الإطفاء، أعطتنا الفرصة أن نشارك في بطولة التنس طاولة. حاليا قاعد نلعب على اللعبة الثالث والرابع، وإن شاء الله ناطرين المباراة مثل ما احنا شايفين، جيم لنا وجيم لهم، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله يا رب. بالنسبة للاحتراضات الصحية، شلون بلشتوا؟ هل كان هناك اشتراطات صحية قبل مشاركتكم في الدوري؟ صحيح، طلبوا منا فحص البي سي آر قبل المشاركة، والكشف الطبي المعتاد السنوي، وأي لاعب يعني في عليه إجراء يستبعد إذا كان في شيء لا سمح الله. شلون شفتوا الحكام والتنظيم في البطولة؟ والله الحمد لله ما شاء الله شباب موجودين، تنظيم ممتاز. نطمح كل سنة إن شاء الله يكون فيها الدوري هذا على قولتهم في الحركة بركة، وحلوة الجمع إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله الإطفاء يحرز المركز إن شاء الله. كابتن، كلمنا عن مشاركتكم اليوم، قاعد نشوف قاعد تلعب على النهائي، كلمنا شلون كانت النتائج في هذه المباراة بشكل عام، كذلك شلون كانت حضوركم في هذه البطولة؟ وأنا الحمد لله شاركنا وزارة الكهرباء لتاني سنة توالي بنوصل للنهائي، وإحنا بنلاعب الحرس الوطني، هم متقدمين علينا في الماتش الأولاني وإحنا في الماتش الثاني لسه، وإن شاء الله ربنا يوفق اللي يكون معاه التوفيق يعني ويكسب إن شاء الله. شلون شفتوا المنافسة في هذه البطولة؟ المنافسة والله جميلة جدا، إن في المنافسة كل الناس بتشترك بروح عالية وروح رياضية عالية، والمستويات الحمد لله مستويات جيدة، لأن كلهم معظمهم كانوا لاعبة أندية سابقين أو لعيبة برضو لسه كانوا بيشاركوا في المنافسات الدوري من فترة قليلة، فالمستوى عالي، وده يعني بشيء طيب وظاهر بمستوى عالي للمباريات كلها. بالنسبة للاحترازات الصحية اللي قاعد تمر فيها الدولة، شلون بديت مشاركتكم؟ هل كان هناك اشتراطات صحية، تعليمات صحية من قبل المنظمين في هذه البطولة؟ طبعا كل اللاعبين قبل الاشتراك في البطولة عملوا المسحة شريطة ان هم اشتركوا في البطولة، وكل الاشتراطات الصحية متبعة من تباعد او من كل الاشتراطات، واخدينها في عين الاعتبار في المشاركات من جميع اللاعبين. طموحكم انتم خلال مشاركاتكم في هذه الدورة؟ ان شاء الله نتمنى ان احنا نفوز النهاردة، ونفوز برضو في الفردي وفي الزوجي، وعشان نقدر نحصل على كأس التفوق السنة دي بإذن الله. مشاهدينا الأعزاء، كانت هذه رسالتنا الأسبوعية لأنشطة البطولات دوري الوزارات في مختلف الألعاب الرياضية. شكرا لمتابعتكم، ونلتقي فيكم في رسالة أخرى.